لا أجر نبغي لا وسام لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوع راية ووسيلة، ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة المحاضرة الأولى في كورس اللغة الألمانية Level 1، المحاضرة الأولى خالص. اللغة الألمانية مش صعبة خالص، هي بس كل الموضوع ان اللي بيتنطق بيتكتب، علشان كده هنتمرن ان احنا ننطق كويس جدا. ده هياخد مننا وقت، مش هتبقى من أول مرة ولا تاني مرة ولا تالت مرة، بس على قد ما نقدر هنشتغل على نفسنا، على قد ما نقدر هننطق. على قد ما نقدر هنحاول ان انت تنطقوا ورايا، هسيب لكم وقت. بعد المحاضرة ان شاء الله الماتريال بتنزل، هنزل كمان معاها مواقع تقدر ان انتوا الصوت بيقطع كده كويس. كده كويس، تمام تمام كده، كمل تمام. الأول خالص، إنكم سمعتوش اللي أنا قلته اللي فات. أنا اسمي مي حسام، أنا من مصر، بدرس اللغة الألمانية، وإن شاء الله هساعدكم إن أنتوا برضه ندرس مع بعض الألماني، ونساعد بعض إن إحنا ننطق كويس جدا، نكتب كويس، هنوصل إن شاء الله لمرحلة إن إحنا نقدر إن إحنا نكون جملة، نتكلم مع بعض أو دايت، هيبقى إن شاء الله الموضوع سهل. قلت كمان بما ان الصوت قطع، قلت كمان ان الالماني مش سهل ومش صعب، هي لغه ثقيله، يعني لغه محتاجه ان احنا نشتغل على نفسنا. لو ان شاء الله عملنا كل الخطوات اللي مثلا هنقول عليها واللي هنمشي بيها، انا همشي معاكم درجه درجه، مش هنجري خالص، هنشوف مره واثنين وثلاثه منه. هننطق، هتنطقوا ورايا، هسيب لكم وقت ان انتوا تنطقوا ورايا. بعد ما نخلص ان شاء الله بسيب الماتيريال اللي عايزها على الفيسبوك، اي سؤال بتعوزوه ببقى انا موجوده على مسجات فيسبوك، ما عنديش اي مشكله. بالنسبه للمواعيد، المواعيد زي النهارده الساعه 8 يوم الاحد الساعه 8. لينك ايه؟ هو لينك، مش لينك الماتيريال، الماتيريال اللي انا اصلا هديها لكم دلوقتي ده باوربوينت، ده هنزله على الفيسبوك ان شاء الله. اللي عايزه اللي هو الكلام خلاص اللي انا قلته هيبقى اوريدي انتوا سمعتوه، ما هو بقى هيبقى على الايفنت اللي دخلتوا عليه منه على على القاعة. في مشكلة في الموضوع، هنزل بإذن الله على مدار بقى الأسبوع، يعني مش عايزين نقعد من الحد للحد ما نمسكش أي حاجة أو في دايت ما نتمرنش في حاجة. فأنا إن شاء الله أول ما هنخلص المحاضرة هو للأسف هيبقى يوم واحد بس في الأسبوع، ممكن نخليه يومين بس، ده يعني بعد كده ما أقدرش إن أنا أوعدكم دلوقتي بصراحة، يعني ممكن نخليه يومين مثلا من بداية نص السنة إن شاء الله. هو الصوت واضح ولا مش واضح؟ يعلى شوية. حاضر، تمام كده، كده الصوت واضح وعالي، تمام اكمل. كنت بقول كمان ان انا على مدار الاسبوع مش عايزاكم ان انتوا يعني ما نشوفش بس الالماني يوم الاحد هنا في المحاضره وبس، لا احنا عايزين بقى ان احنا نتدرب على اللي خدناه في المحاضره ده ان شاء الله. هحاول اعمله لكم بقدر الامكان، يعني انا هنزل لكم مواقع تقدر تساعدكم، يعني انا النهارده باذن الله هديكم الحروف، تمام. بعد ما نخلص على طول هتلاقيني منزل لكم لينك في الحروف بالنص، بحيث ان انا المحاضره هتنزل باور بوينت من غير ما يتنطق، يعني من غير نطق ولا اي حاجه، تمام. فهتلاقي بقى مواقع ان هي تساعدني على كده.
زي ما قلت، في أي سؤال في المحاضرة وفي أي حاجة هنخلص خالص، وبعد كده الأسئلة هتتقال. في أي سؤال وأنتوا بتذاكروا مثلا بعد كده مسجات فيسبوك، أنا برد عادي جدا تحت أمركم في أي وقت كلكم. نبدأ. أنا للأسف عندي مشكلة مش بشوف الباوربوينت نازل، ربنا يخليك، مش بشوف الباوربوينت نازل، فأنتوا هتشوفوه وأنا هشرح من الباوربوينت اللي عندي. بس هقول لكم احنا في الصفحة الكاملة وإن شاء الله الموضوع هيبقى واضح، اللي مش هيبقى واضح يوقفني. لا هي واضح، يعني هي المشكلة مستمرة معايا فترة، النفس في حاجة إن شاء الله هحاول أعالجها على الحفلة الجاية بإذن الله. لو في أي حاجة مش واضحة وأنا بقول، بس أنا هعيد مرة واثنين وعشرة، وهديك وقت إن أنت تقولوا ورايا، ولازم تقولوا ورايا، وهعمل تيست المرة الجاية على موضوع النطق ده. حتى لو أنا مش بسمعكوا أنتوا هتكتبوا لي حروف، يعني هتكتبوا لي النطق بتاعكوا بالعربي. تمام؟ أستاذة أسماء الدعم الفني هتقلب السلايد، مشكورة جدا. هنبدأ إن شاء الله، كل مستعد نبدأ؟ في أي سؤال بره الباوربوينت بره الماتيريال؟ في أي سؤال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول سلايد هاتلينك الكومن، هنقلب تاني سلايد. ممكن بس دعم تاني وهو بيقلب الصفحة ممكن يقولوا عشان أبدأ، يعني عشان أكون عارفة الصفحة اتقلبت ولا ما اتقلبتش. تاني سلايد. تمام، أول حاجة خالص قدامي، أول حاجة خالص دعم تاني، أول حاجة خالص قدامي حاجة اسمها دي ألفا بيتا. إيه؟ ألفا بيتا. دي ألفا بيتا يعني حروف الأبجدية. دي ألفا بيتا حروف الأبجدية. تمام؟ أول حرف آ آ آ دي دي T T T B B B ثانية واحدة، هو السلايد الموجود اللي خاصة بالترحيب يعني هي سليز الكومن. طب عايزين الدعم الفني ده تلاقيه في أول صفحة خالص، اللي هي أولها دي ألفابيتي، هي الحروف الأبجدية. طيب تمام كده الحروف، ركز بقى في الحروف. هقرأ أول مرة لوحدي، بعد كده تاني مرة هتقولي ورايا وأنا هقول لكم إمتى تقولي ورايا. تمام؟ اسمعوها بس كده ولكم نظرة عامة عليها. A A A B B B C C C D D D A A A F F G G G طيب أنا هستنى 5 دقايق، استنى 2 دقايق بالظبط، كل اللي عمل يفرش الصفحة علشان الحروف تظهر لنا كلهم. D
إيه؟ لا انا عايز تاني الاول كله، لا مش انت هتقول ورايا، ما تقلقوش انا بس مستنيه الناس اللي مش نهار عندهم حروف دي. يعني في ناس ظهر عندها الحب يبقى كده في مشكلة عند ناس معينة. اسم عنده مشكلة نحاول نحدد دلوقتي. احنا هنبدأ من الأول أول هم. كله عنده الحروف. ظهر عندك هاتي بالكامل. لا هو احنا في تاني صفحة. كويس تمام. مفيش صوت أصلا. طب انا مش المشكله من عندي خالص على فكره. لا انا عايز الاول تاني نطق الحروف وهعيد اكتر من مره، مش عشان حاجه عشان الصوت ولا اي حاجه، عشان هي لازم تتعيد وهستنى لما تقولي كمان ورايا. لا مش انا بس مستنيه الناس اللي تكتشف النقطه تقول ان مفيش نتيجه دي عشان برضه طيب انا عندي اقتراح، احنا نبدا دلوقتي مع الناس اللي ظاهر معاها النتيجه وهقراها ناخد فكره عامه، بعد كده كده كل واحد يقول ورايا تمام؟ حاضر. مش فاهم انا مش كتير قوي كده. هبدأ بعض حاجاتنا. طيب نبدأ دلوقتي مع الناس اللي حاضروا اللي شايفين المصير. هقول من الأول محدش يقول ورايا خالص وهتبقى وقت ان انت تقولي ورا الثانية ان شاء الله. A, B, 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 B,
إيه إيه أف 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 جي 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 المسلح السبعة سمعتي ها 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 شو مراجعة احنا مدي اي 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 يس 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 كا كا
ال 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 ام 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 او 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 تي 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 كو كو او ار 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 نسلايم بعدها لو سمحتي. F F F T T T U U U V V V V V V X X X Epsilon 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 F F F ممكن أول تاني سلايد لو سمحتي لأول تاني تاني سلايد إيه اللي صعبة بالظبط؟ لا مش صعبة خالص، هنقراها أكثر من مرة وهتقولوا ورايا الموضوع مش هيبقى صعب خالص إن شاء الله. كده جالكوا تاني سلايد لألفابيتو كده من أول خالص. تمام، هتبتدي بقى ان انت تقولي ورايا، هنقول الحرف مرتين هتقولي ورايا مرتين. تمام، نحاول نركز قوي في النطق علشان المنطقه المطلوبه في الالماني، نركز في النطق. بسم الله الرحمن الرحيم. ب بي سي سي دايما السي هي مشكلة لأنها في الإنجليزي متعودة عليها سي، لا هي في الدويتش سي، كأني بقول سي سي هي سي سي روها نتدرب عليها سي سي بالنسبة للاختلافات ما بين الانجليش ما بين الالماني، هي فيها اختلاف كبير، يعني مثلا حرف الا هنا ا هناك في الانجليش اي، اللي واخد نطق الاي هو الاي، يعني هنا في بعد البي في حرف اللي هو الاي في الانجليش ده بننطقه ايه مش ايه خالص، هي دي بس الفكرة. اللي هو لو عندنا مثلا حرف الـ هي حاجات معينة، يعني في أثناء الشرح ياريت يكون جنبينا ورقة وقلم ونكتب الملحوظات البسيطة دي، يعني حرف الـ آ نطق آ مش ايه. تمام، بسأل خطيتي صح، بس ولو حرف واحد بس البلغال أو الجامعة بتاعها دي الفقيتي زي ما أنا كاتباها كده، يعني حروف كلها. تمام، نكمل. وصلنا لحرف ال P، ها
ممكن يكونوا بس فرقوا هنا بالقرية علشان الإنجليش درسناه واحنا صغيرين، فدي حاجة هي دي لغة ودي لغة تانية خالص، بس ممكن عشان احنا اتعودنا مثلا على اللغة دي فبنقارن، بس هي فعلا ملهاش مقارنة خالص يا جماعة. نقول من أول السي، قولوا بقى ورايا سي 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 ظاهر أحمد دي دي اي اي لا هو فراو روما الصوت مش بيروح، انا مسكت عشان انتوا تنطقوا بس اي اف اف ادخل على السلايد اللي معناها لازم نشوف المخطوطات اللي عندي، الحرف الجديد اللي علينا ا حرف التين سي لك برضو جديد شوية سي لاني بقول ت سين على طول سي، حرف الجي مش جي هو جي في اللهجة المصرية العادية جي. بالنسبة لحرف الاي اي اللي هو بعد البي ده بيتنطق اي مش اي، تمام؟ احنا نعيد السلايد تاني بس كده تمام لحد دلوقتي. في سؤال في السلايد دي ممكن حضرتك تقلبي الصفحة الثانية؟ تمام هتقولوا برضو ورايا هنقول مرتين تمام ها لو ما الله هنعيدها تاني متقلقيش هنعيد الحروف تاني ها 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 اي 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 يط يط ها ها ال L M M N N O O T T Q Q R
air. air. بالنسبة للسلايد دي حرف الها نطق ها، حرف الاي في الانجليش نطق اي اي، اليط والكاف مش مشكلة، الان والام والان والاو، الاو هنا مضخمة قوي، او بقولها بقوة جدا او، تمام. البي خفيفة بي بي سي سي، الكو تاني مفيهاش مشكلة، الكو. نيجي بقى للار، الار في دايتش ما عندهمش اصلا حرف ر، يعني في الكلام بناخدها في النص يعني ما بنقولهاش، وهنشوف ده بعد كده في الامثلة. بس اللي انا اعرفه يعني اللي انا اعرفه دلوقتي ان احنا لازم نعرف ان الا او الار بتنطق ا او ار ار، تمام. ده بس اعرفه الحاجة دلوقتي. بعد كده نجيب السلايد اللي بعدها. اس اس تي تي او او هاو هاو بي بي اك اك ايبسلون ايبسلون تا تا. لازم السلايد دي عندي هنا او، ايه الفرق ما بين، انا لسه هقول تا وايمان، ايه الفرق ما بين الاو والاو؟ انتوا اللي بون الاو اللي قدامنا دي نطق او او، لكن الاو او في فرق طبعا في النطق اكيد سامعين، او اللي هي الاو والاو او ده اللي هي الاو، تمام. عرفتي الفرق في راو امام؟ ال دبليو اللي هي في الانجليش دبليو نطق في في، تمام. زي الانجليش بس مضخمه اكتر، يعني مش او او او، تمام. عندي الفاو اللي هي الفي فاو في اكس ايبسلون، الايبسلون مش بتتنطق في الكلام ايبسلون، يعني مش بقول نص الكلام ايبسلون، لا احنا نقراها تاني، نقراها مرتين كمان. الايبسلون دي ايوه بالظبط، الايبسلون مش بتتنطق ايبسلون، بتتنطق في نص الكلام يه، يعني زي بالظبط يه نطق يه، وهنشوف برده في الامثله لو مش كنا هنطبق عليه مثال. بالنسبة بقى في آخر حاجة اللي تسك، زي ما غير محمد كتبه تس في سين تس 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 تس، تمام. عندي ما فهمتش الفرق ما بين الأو، كان في حد بيسأل غير محمد بيقول إيه الفرق ما بين الأو والأو؟ الفرق ما بين الأو هو أنا بقول أو 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 مفخمة، لكن الاو يعني متهيألي ان هي واضح في النطق او، تمام. هنجيب من اول سلايد تاني اللي هي رقم 2. هننطق بقى الحروف، لا لسه ما جيناش من املاو. كانها الف يعني بس مفخمه قوي. طيب هنقول تاني حروف هتقولوها معايا، هنقولها مره واحده بس المره دي، ولو بقى في مشكلة في الحروف
لما نخلص خمس لحد السادس ونشوف ايه مشكلتنا في الحروف ونعيدها تاني، تمام؟ تقول ورايا بس مرة لمرة، تمام كده؟ A B C D E F G لاي اللي بعدها لو سمحتي. ها اي يا ها L M N O P كو ار نسمع معنا لو سمحتي. اف U V V X Epsilon ست. هنا أحمد بيقول R ولا R. أنا لسه قايلة الموضوع ده دلوقتي، ما عندهمش حرف الر. الألمان ما عندهمش حرف الر خالص، بيقولوا في الكلام على حسب بقى الكلام اللي عندي. أنا مديكوا كذا مثال، هديكوا أمثلة جدا على موضوع الـ R والـ R والـ A ده، وهنشوف انت نطقها ا وانت نطقها ر وانت نطقها ا. اوكي، وانت اصغرهاش مكتوبه. اوكي، حرف الابسلون ده مش بيتنطق ابسلون، احنا قلنا ان هو مش بيتنطق ابسلون، بيتنطق يس زي يس. لكن احنا لما بنقول الفا بيتا، لما بنقول الحروف اصلا بنقولها ابسلون، هو اسمه ابسلون عندهم. هي محمد اشرف سي سي سي، كأنك بتقول حرف الكين سي سي سي، تمام؟ لا، هو احنا النهارده هناخد الحروف وتركيبات الحروف وبايشبيلي او امثله عليهم، نعرف ازاي ان احنا ننطق كويس. بس في اول المره الجايه ان شاء الله في تست صغير قوي على موضوع النطق ده، عشان اكمل مثلا انتوا تنطقوا صح. طيب، أعيد الحروف بسرعة تاني في المرة، اللي عنده سؤال هيتكلم لما أخلص خالص، فهنعيدها تاني. A B C D E F G H E Y K L M N
O P Q R S T U V V X Epsilon S. في أي مشكلة في الحروف؟ أديكم بالضبط دقيقتين، كل واحد ينطقها من الأول تاني، يعني معلش ممكن تبقى من السلايد الأولانية خالص اللي هي رقم 2، ينطقها كل واحد كده لوحده ونشوف إيه المشكلة في أول السلايد، بعد كده هنخلص وننقل على السلايد اللي بعدها، كده هنخلص وهكذا لحد ما نخلص الحروف. في مشكلة هنكتب إن في مشكلة في حرف ما، أوكي؟ معاكوا 3 دقايق بالظبط كل سؤال. الـ V بتتنطق اللي هي الـ W بتتنطق V، V. أول سلايد خالص. حاضر. الـ C أنا مش عارفة هو الـ C عامل مشكلة. كل الموضوع إن أنت مش بتقول C. بتقول سي 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 في تي في الموضوع بالظبط سي 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 ذا اف بي سي دي اي اف جي عشان نقول اف بي سي سي ما احنا هناخد طايش فيه كتير قوي امثله كتير الله يسلم حضرتك انا بحاول ان انا ما بينش نفسي صوتي تعبان عشان تركزوا في نقطه الحروف هنا لو هنا ا ب ش د اي اف اي وزيادو كده اول سلايد فيه مشكله بالنسبه لكله الفرق ما بين التي الخفيفة والتي الثقيلة دي تي بتبقى كده تي الثانية بتبقى تي 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 الجي اللي هي في الإنجليش أو الجي بتبقى جي عادية جدا باللهجة المصرية يعني جي جي يعني هعرف انتوا بتنطقوا صح ولا غلط ازاي المره الجايه ان شاء الله هتثبتوا كده الاسبوع ده كله تتدربوا على الحروف والموقع اللي انا هنزله هيساعدكم في بدء الاسبوع المره الجايه بقى قبل ما هعمل تيست صغير قوي هديكوا كلمات اطلب منكم ان انتوا تكتبوها لي بالعربي في شيء عربي يعني هتنطقوا وتجربوا تكتبوا الحروف عربي تمام الاي والال واليا مالهم الاي اللي هي مش نطق الاي والال زي الانجليش عادي والام زي الانجليش والان زي الانجليش الري اللي هي اليا ما انا هديكم والله الكلمات الامثله هديها لكم بس في مشكله في نطق الحروف لو قلنا انت مستعجله بس هقولها لكم الجي اليا هتبقى كده يا يا نطق يا يا واياكم طيب نقلب على السؤال اللي بعدها الها جي ار تمام السلايد اللي بعدها الها اي يس كا ال ام ان او بي كو ار انتوا ار
ايه حروف العجلة لسه ما جبتهاش خالص؟ في مشكلة في السلايد الثانية اللي قطعوها. طيب السلايد الثالثة، ما انا قلت هي عبد المنعم. A والB ان الP اللي هي الP الثقيلة دي P، التانية B عادية، تمام؟ السلايد الرابعة السلايد الرابعة اليافت مال جي يافت، تمام. السلايد الرابعة الاف تي او فاو في اكس ابسلون اكسس، أنا لسه قايل السؤال ده. طيب الفرق ما بين الثقيلة بي، ما بين الشفيف البي الخفيفة بي 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 بي. يا جماعة مين اللي دخلكوا على السلايد حروف العلة؟ لسه شوفوا بس آخر سلايد كده الحروف فيها مشكلة. فت فت مش زد، فت اه بالظبط يعني ممكن. أبو محمود أسعد، حضرتك أكيد بتتكلم عن الحروف الأساسات والأملاوت والحاجات دي كلها، الحاجات دي لسه مبتهاش. اسمنا؟ لا هو اسم في الألماني هو هو نفس اللي في العربي، يعني مثلا حضرتك اسمك نادية، أكيد مش هقول ناي نادية، لا بقول نادية عادي. حاضر هقراها كلها مرة واحدة كده، في أي مشكلة؟ طيب هجيب من الزايدة الثانية لآخر مرة بقى هنقرأ الحروف. A B C A B C D A F G. لاحظ بعدها H E Y K L N O P Q R S T U V W X Y Z. تمام. السلايد الخامسة أحرف العلة اللي هي الفوكالة. عندي في الألماني كل خمس حروف كل حروف العلة. ما بقاش أقول عربي، أنا أهم حاجة عندي أعرف من دول الفوكالة. تمام. تمام، يبقى انا عندي كده الفوكاله في الالماني هم خمسه، الا والاي والاي والاو والاو. تمام. يبقى انا عندي الفوكاله دي معلومه من ضمن المعلومات اللي انا لازم اعرفها، ان في حروف عله في الالماني يعني حروف فوكاله اسمها فوكاله، الا والاي والإي والأو والأو. تمام. السلايد اللي بعدها الأملاوت. إيه بقى هي الأملاوت؟
أنا أفهم جداً. أنا أفهم. الأمور كذا بالنسبة للصوت أنا أفهم جداً من نسبة للصوت. الله يسلمك. الأمور دي الله يسلم حضرتك وإياك. شكرا. الأمور دي حاجة جديدة في الناس. لا لا إن شاء الله هنكمل النهاردة كله بإذن الله عشان ما نتأخر، لأننا بدأنا النهاردة لازم نكمل بإذن الله. نكمل بس الأمور. الأمور دي نقطتين بيتحطوا على ثلاث حروف. عندي في الألماني ممكن تكون مختلفة شوية عن بقية اللغات، يعني أنا ما شفتش ده في الإنجليش، ما شفتش ده في العربي. بحط نقطتين أو نقطة واحدة بس على حروف مش موجودة عندي. الألماني بحط حاجة اسمها أملاوت بنقطتين، بحط على حرف الأ والأو والأو، تمام؟ يبقى أنا عندي الأملاوت نقطتين بحطهم على الأ والأو والأو. طبعاً الفرق ما بين الأو والأو، تمام؟ طيب إيه بقى فايدة إن أنا أحط نقطتين على الحرف؟ إن أنا لازم أعرفه إن هو مش بإرادتي. في كلمات بتبقى نازلة بالأملاوت وفي كلمات نازلة من غير الأملاوت. عندي الأملاوت مثلا لما بتتحط على الأ بتبقى إيه؟ يعني مثلا في تومباي شبيل هنبص تحت تومباي شبيل أوجل أوجل جنبها بحط الأملاوت على الأ هتبقى إيجيبتي. بقولها عادي جدا إيجيبتي إيه عادي. يبقى فايدة الأملاوت اللي هي بتغير لي النطق بتاعي لازم تتحط على ثلاث حروف بس، ممكن ما تتحطش بس ما تتحطش غير على الثلاث حروف دول، تمام؟ يعني ما ينفعش مثلا أجيب حرف الـ A وأقوم حط عليه أملاوت خالص، مش هينفع تعمل. يبقى هي القاعدة كده، دي الرجل اللي عندي، القاعدة إن الأملاوت دول نقطتين بيتحطوا على الحروف المتحركة الأ والأو والأو والبس وبيغيروا النطق. أول حاجة خالص قلتها لو اتحطت على حرف الأ بتتقال إيه؟ زي أوجل إيجيبتن. يعني عكست النطق خالص، بدل ما بقول أ بقولها إيه؟ إيجيبتن. تاني حاجة لما أحط الأملاوت على الأو المفخمة أوي مفخمة أوي هتبقى جروس. فايشبيل اللي عندي المثال جروس هتبقى جروسة جروسة جروسة. يبقى كده في فرق. بدل ما الأو أول أملاوت اللي من غير الأملاوت أنا هعيد تاني كله. الأو من غير الأملاوت بتنطق أو عادية مفخمة زي المثال اللي عندي جروس. لما أحط عليها أملاوت الأو دي هتبقى جروس جروسة جروسة، تمام؟ هي ده النطق. هو صعب، يعني أنا مش هقول إن النطق سهل، بس مع التمرين وإن أنا كل شوية أنطق الأو والأو والأو الحاجات دي كلها هنعرف إن إحنا نتعود عليها وننطقها والسمع يبقى واخد عليها جدا. تالت مثال لو تالت حرف الأملاوت لما تتحط على الأو بتبقى عاملة إزاي؟ يعني مثلا عندي لك مثال جوت جوت بس الأو جوت ما أحط عليها الأملاوت فيغو فيغو ده هيجي مع الوقت. يعني انا عايزه ثاني بس هو هيجي مع الوقت، يعني ما حدش يقلق خالص من موضوع الاملاوت دي عشان الاملاوت دي مش بتظبط يعني ولا من اول مره ولا من ثاني مره. يبقى هنعيد من الاول ثاني. ايه هي الاملاوت دي؟ الاملاوت دي نقطتين بحطهم على ثلاث حروف بس، طبعا مش انا اللي بحطهم، هي بس فايدتها ان هي بتغير النطق. عندي بس معلومه ان اللغه الالمانيه لغه فقيره فقيره جدا، مصطلحاتها فقيره جدا، كلماتها قليله جدا جدا. فعلشان نستغل كلمات الحيلة القليلة دي ثم إن كتيرة ابتدوا إن هما يضيفوا حاجة اسمها أملاوت، ابتدوا إن هما يفصلوا الكلمات، وده برضه هنعرفه إن شاء الله على مدار المستويات الجاية. مهمني دلوقتي الأملاوت. الأملاوت دلوقتين نحطهم على الثلاث حروف الأ والأو والأو. الأ بتخليها A والأو
او بتخليها او والاو بتخليها او تمام. يعني مثلا اعوض اعوض تبقى ايجيبتن تبقى ايه عاديه ايجيبتن. غوسا غوسا في غو تمام. في اي سؤال؟ انا خلصت السلايدي هنا. حد عنده سؤال ولا اكمل؟ تمام بسرعة كده الناس اللي مش فاهمة. الأملاوت دي نقطتين، الأملاوت دي نقطتين محطوطين عندي على الحروف المتحركة زي الأ والأو والفي. أنا كده عرفت الفرق ما بين الأو والأو في النقطة تمام؟ يعني أعرف بس الفرق ما بين، لا هي مش بتخفف نطق النطق خالص، هي ملهاش وظيفة محددة، هي بتغير النطق. يعني مثلا لما نزل لي حرف الأ بتنطق أ، هو الحرف نزل كده. فالقاعدة عندي إن هما لما الأملاو بتتحط بتغير المعنى، بتغير الكلمة أصلا، بتغير السنف، بتغير الأوتش بتاعك، بتغير النطق، ولا بتخليها زي الإنجليزي. لأ هي قاعدة معينة، يعني هي مش محتاجة إن احنا نفهم حاجة، ده هو بس يا دوب بنعرف نقرأ إزاي. هقول من الأول تاني خالص، الأملاو دي بتتحط على الأ والأو والأو، بتخلي الأ A، بتخلي الأو E، بتخلي الأو E. هو في تشابه ما بين الأو أملاوت والأو أملاوت تمام؟ تاني يبقى أنا لما أحطها مثلا على الأ، لو بص لو نبص كده لأول مثال، أول مثال خاص يقول أعوجن، ما احنا هنقول النطق واحدة واحدة. الأول مثال عوضي عوضي، هنا لو نلاحظ ان احنا قلنا عوضي عوضي تمام. اللي جنبها بقى على طول ايجيبتن، ايجيبت ايه ايجيبتن، ما قلتش عوضي، هو ده بقى الفرق عوضي. امثلة على الأملاوتين، حاضر هديكم بس نفهم بس الموضوع ماشي ازاي. يبقى من غير الأملاوت بتبقى آ، هنا أوجن، هنا إجبتن مع إجبتن الأملاوت إجبتن، ما قلتش أجبتن مع إن حرف آ حطيت عليه أملاوت بقيت إجبتن تمام. أول مثال تمام، أول حرف الآ نحط عليه أملاوت. هي مش محتاجة حفظ خالص، هي ممارسة بس مش أكتر. طيب ندخل على الأو، الأو الأو لما حطها أملاوت بتبقى أو، يبقى الأو والأو أو أو تمام. كلمة خالص لو بصيت لها يغاف تاني مثال جروس، بس بقول او جروس او شويه جروس، لكن اللي جنبها جروسا جروسا تمام. ثالث حاجه الاو جوت، الاو جوت، هنا فيغو فيغو. طيب هكتب لكم امثله على الشيء ده، لسه ما قلتلكوش اللي هو الاسف بس اللي هو عامل ده، ده لسه اقول لكم مثلا امثله على الاو والاي. يعني مثلا عندي
ويز انا في الشات على فكره بصوا في الشات ويز 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 تمام من غير الاملاوت اسمها هوك الفرق هوك يعني دي فرق ما يا ريت بس ما حدش يكتب في الكومنتس عشان كله يشوف اللي بكتبه عشان مش عندي بورد تانية اكتب فيها ميزه وهوك شايفين الفرق ميزه ميزه هنا هوك صريحه يعني مفخمه قوي هوك تمام ده مثال بالنسبه للاو بالنسبه للاو ممكن مثلا نقول او ج او ج هنا قلنا الاو شويه او ج هنا اذا اذا ده فوق او جوه اذا هي هتيجي بالممارسه على فكره يا جماعه بس مش ناقصه والنطق اللي انا قلته كان الحمد لله يعني يبقى تاني يبقى اذا هوخ او جوه اذا اذا بالنسبه بقى الا املاوت يتان نعم اتبريك يتان يتان ومثلا بغيت غيت هنا تان قلت تحت جريت بالايه غيت تمام كده معايا كلمات لو هتكتبوا ورايا اوجو معناها عيون هي صعبة شوية بس والله محتاجة تدريب بس مش اكتر ممكن نكتب الماني ازاي لو وصلت لحضرتك هير محمد على كنترول بانل هتحول اصلا كيبورد ممكن تعمله انا عامل كيبورد بتاعي انجلش عربي دويتش او جيرمان انت ممكن تحول يعني حسب ما حضرتك عايز ممكن انجلش وجيرمان بس او ممكن الثلاثه حسب ما حضرتك بقى في السيستم تعلم نفسك معاني كلمات نكتبها اوجن يعني اعين ايجيبتون يعني مصر طبعا هي شبه الانجلش جروس يعني كبير ويسع اكبر جيد بيرو مكتب لازم حفظ طبعا لازم حفظ للتاني دي حاجه مهمه جدا اول معي تاني اوجن اعين جبت النص روس غوسة اكبر جوت جيد بيرو مكتب انا مش فاهم حضرتك يا محمد هي الكلمات اللي انا كتبتها هنا
ويها من أمه يعني عيل، جوت يعني جيد. إيه؟ انت إيه في سبيل؟ عايشة مش فاهمة. أظن يعني أعين. أنا لسه ما دخلتش في ترتيبات الحروف على فكرة. تمام كده السلايد دي أو السلايد اللي بعدها ممكن حضرتك تقلبي. تاني حاضر خلاص، معلش نرجع السلايد 6 عشان في ناس مش واخدة بالها. لا هو انا مش بارادتي خالص على فكره ان انا اشيل القطتين لاقي الام لو واحطهم يعني انا مش بارادتي خالص ان انا اشيل القطتين واحطهم. دي نازلالي يعني في اللغه الالمانيه في كلمات حاطه لها ام لو تتكلم، لا دي تعتبر ركن اساسي من الكلام، بس هي بتضيف لي معنى. يعني انا لو شيء يعني مثلا لو بصينا كلمة جغوص وجغوصة المعنى اختلف، هنا كبير هنا أكبر، فهي بتساعدني إن أنا أفهم معنى تاني. بالنسبة اللي عايزني أعيد حضرتك الأول تبقى أ بحط لها أملاط تبقى إيجيبتن تبقى إي، الجغوص جغوصة الأو أملاط، الجوت جو. دي عايزة يعني عايزة تدريب قوي في الموضوع. تمام ال C وال F. لا لا دي حاجة اسمها F الفتحة كل نوع بيها اللي هي الكلمة مفتوحة من تحت دي لسه ما اتكلمتش عليها مالها الكلمات. الأمثلة ال A وال A أملاوت مفيش فرق ما بينهم، هو ده بقى اللي انا بقوله. يعني الاي املاوت اللي هو الا املاوت بتتنطق اي، تمام؟ يعني الا املاوت لو فاكرين ان احنا يعني لو تفتكروا حرف الاي ده بيتنطق اي، يعني حرف الاي اللي انا كتبته في الشات ده بيتنطق اي. لما بحط بقى الاملاوت على حرف الا بتنطق ايه برضو. هي دي بقى الفروق اللي انا كل ما اتدرب اكتر كل ما اتكلم يعني كل ما انطق الحروف اكتر واسمع اكتر هعرف ان انا افرقها. المعاني تاني اوجن اعين، ايجيبتن مصر، روز كبير، غويسة اكبر، جوت جيد، فيغو مكتب. طيب سبع هوها عالي بعد اذن حضرتك. سلايد سبع الفيغو مكتب لا بالقو املاو جسن ده الرعب معناه يفعل. انت عايزة بس اوضح لكم الفرق ما بين الان جسن وجريت. خدت جريت، جريت ده يعني جهاز. الكلمات اللي جنب بعضها دي عايزة أوريك الفرق ما بين الأ والإي، يعني الأ بالأملاوت والإي بالأم غير الأملاوت، فاهمة؟ والفرق والعكس، بس عشان كده كداهم جنب بعض بس هو مش نفس المعنى. الأ عملتها أكتر من نص. اه طبعا يعني ليها اكتر من نطق هنعرفه دلوقتي، مش عارفه انتوا مستعجلين ليه. الهو عالي برضه. طيب سلايد سبعة سلايد سبعة
عندي في أربع حروف ثنائية، يعني أربع حروف جدي مع بعض. هنعرف كل اثنين مع بعض، وده برضو بالتدريب، يعني مش حفظ، يعني ما فقط الموضوع قوي ما ناخدوش حفظ، بالتدريب هيجي. عندي الا والاي مثل باي، يعني اي الا الا والاي مثل اي، يعني مثلا المثال الاولاني باي او قايزر، يبقى الا والاي اي حاجه، الاي والاي اي، يعني مثلا في المثال كان رايش اي رايش، او المثال الثاني ايد. تمام. تمام كده. ثاني يبقى الا والاي مثل اي، زي اول مثال باي او كايزر، الاي والاي اي فرانك رايش او يد ايد. تمام. سلايد 8. الاي والاو مثل اي، كلمة اوروبا اي روبا اي روبا، اذا الاي والاو اي اي روبا، او دايتشو دايتشو. تمام. تاني اذا الاي والاو اي اي روبا، دويتش. اخر حاجة الا والاو او 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 على او. يبقى باختصار شديد هعيد تاني، ممكن سلايد 7 لو سمحتي. يبقى انا عندي حروف ثنائيه بيجوا مع بعض اربع حاجات، بيتنطقوا مقطع واحد، يعني بيغير النطق شويه. تمام. عندي الا والاي مثل اي اللي هي اول مثال باي باي او بايزر. تاني حاجه الاي والاي مثل اي كان رايش اي. سلايد 8. الاي والاو مثل واي واي، زي اي روبا اي روبا، او دايش فرانك رايش فرنسا فرانك رايش. تمام. اخر حاجة الا والاو او او، ده بالنسبة للنص. انا كده كده هنزل المحاضرة تانية على فيسبوك ان شاء الله، ونتدرب عليها ونكتب نطق بالعربي، يعني سهل عليا هي التدريب اكتر. ليه بس؟ ليه هي الحلقة؟ وإياكم. الصوت عند كل الناس مش واضح؟ هو انا عارفه ان الالماني صعب، وانا قلت الكلام ده في الاول خالص، النطق بتاعه تقيل،
بس مع الممارسة تقريبا هنتكلمه زي العربي إن شاء الله. يعني أنا بس عايزة ممارسة وعايزة نشتغل على نفسنا في النطق دعم الكلمات مع بعض إن شاء الله. هنتدرب على كل ده مع بعض يعني ما تقلقوش. هاي تاني والآخر مرة سلايد 7 الـ A والـ E مثل A زي باي زي بايزر تمام. عند الـ A والـ E فرانك غايش وإيد. الـ A والـ U أوي زي أوروبا زي دويتشا. الـ A والـ U أو زي أو أو ده بالنسبة للتركيبات. بعد كده سلايد 9 تمام. ده الـ T والـ E والـ O والـ N لما بيجوا مع بعض مثل سيون زي مثلا المثال بتاع أمك نفسيون نفسيون. بين الـ A والـ E الـ A والـ E اللي هي مثلا زي باي عايش. بالتالي ما بين الـ A والـ E A يعني هنا بكثرة شوية تمام. نرجع بقى الموضوعنا الـ K والـ E والـ O والـ N مع بعض يعملوا ليه مش فاهمة حاجة دي ده؟ بعد ده كله ليه مش فاهمة؟ بصي أنا فاهمة الموضوع كله إن دي تركيبات حلوة. ما أنت عارفة دخلة بس مش أكتر لكن هي تركيبات حلوة. إحنا قلنا نتدرب عليها هنقراها مرة واتنين تلاتة. شكرا ربنا يخليك. مرة واتنين وتلاتة وأنا عارفة كتير جدا. قلت النهارده هتنزل ان شاء الله على فيسبوك. والمعنى يعني النطق المفروض ده مهم العربي تمام بالظبط. اي الحروف الاملاوت قلنا بتتكتب عن طريق كنترول بانل في اللاب انت بتعمليها انت ده في الكتابه في لندنك. طيب نكمل. يبقى أنا عندي نفسيون نفسيون زي في الإنج بالضبط يعني لما نعمل شن هتبقى نفسيون. حرف اللي تفت أنا اللي هو تفت يعني مثلا اتباي تباي بحط تباي وهي مكتوبة قدامكم مصر العربي تمام. يبقى ملحوظة الثانية أن في نفسيون تيون الـ O والـ N مع بعض اللي يعملوا تيون واللي تفت ازاي ان انا انطقها علشان في ناس كانت بتسأل في الحروف ازاي بنطق اللي تفت اللي هي الزاد في الانجليش تبقى سباي سي سي سباي تمام. سباي الـ W سباي سلايد عشرة سلايد عشرة. عندي بقى الخيط تلخيص الحرف الـ A يكون عليه املاوت يعني كل الكلام ده احنا قلناه بس انا معايا سلايد واحدة. يبقى A يبقى مع الـ U أو الـ C مرة زي الـ F C ها متقشين شونه وفيها اللي بعد كده أمثلة يعني تحت سلايد 12 هنقرأ بقى الأمثلة. سلايد 12 سلايد 10 و 12 مراجعة اللي قلناه مراجعة النطق بالظبط في العربي. سلايد 12 قدامنا دلوقتي بايش فيه كلمات هقرا الكلمات دي أول مرة
بعد كده هتقروها ورايا، تمام؟ لو لاحظتوا ان كل كلمه بتتنطق يعني بتبدا بحرف من حروف الابجديه بالترتيب، يعني عوض مبتدي عايش فينا، يعني امثله عايش فينا مبتدي. انا سريعه خالص على فكره، خالص انا ماشيه بالراحه جدا، بس هو بس في حاجات انا كنت قايلاها فمش بعيدها تاني. يعني سلايد 9، يعني سلايد 10 و11. لا خالص دي وجهة نظري، بس 10 و11 ده اصلا اوريدي قايلاهم، انا بس يا دوب ملخصاهم عشان ان شاء الله لما تستخدموا الباوربوينت ده ما تتوهوش، بس مش اكتر، دي حاجة ليكم. تمام، الفايشبيلة دي هقراها مرة، فايشبيلة بالظبط كده بس هقراها مرة، تاني مرة تقولوا ورايا. تمام، بسم الله. او جو بوخ بوخ شف شف دوا دوا اي فيش فيش جابي جابي ها ها انا هقول معناها دلوقتي حالا على فكره، بس خلص، بس مش مهم عندي المعاني، المهم كلمات، مهم النطق. الكلمة دي مش ظاهرة عندكم؟ سلايد 12 اللي بيقول من خلال الماوس. انا قلت في اول المحاضرة خالص ان انا عندي مشكلة ان انا مش بشوف الباور بوينت معمول، فانتوا بالظبط يعني انتوا بتشوفوا باور بوينت وانا بشرح من اللي عندي على اللاب، معلش انا اسفه في المشكله دي جدا. انا هنطق تاني يا جماعه عند المستعجلين دي وهقول لكم معاني كل كلمه، اهم حاجه بس في اول كل كلمه الحروف الابجديه بتاعتي اشوف بتتنطق ازاي في الاول، تمام؟ وثم الإيش ييجا اللي هي بتتنطق يس، اللي هي اليس حرف اليس ييجا. شكرا أسماء، شكرا. ييجا كوب لادن ميتشن، دي بقى أول حاجة خالص كلها خلصت إزاي. الأوض إحنا قلنا الأ والأو تبقى أوض، تبقى أوض جو. طب أنا ليه ما قلتش أوض؟ مش إحنا قلنا إن الإي تنطق اللي هي الإي في الإنجلش تنطق إي، ليه ما قلتش أوض؟ بيقول أو القاعدة عندي بتقول إن أنا حرف الإي اللي هو ده لما بيكون عندي اللي هو في الشات ده، لما بيكون عندي في آخر الكلام بضم بقي شوية، يعني مثلا في كلمة أو ج ج قلت أو ج ما قلتش أو جي خالص، يبقى أنا دي قاعدة ثابتة. يا ريت لو بنكتب نكتب القاعدة دي عشان مهمة جدا، حرف الـ A لما بيكون في الآخر بنضم كأنه أو شوية، يبقى أو ج
ده بالنسبة لأول كلمة، يبقى الأول قلنا في نطق أو، يبقى أو ده تمام. ده بالنسبة لأول كلمة. تاني كلمة بوخ، تي بو بوخ، والإي نطق بوخ، واللي فيها مش دايما خا ممكن شين، ده على حسب بقى الكونتكست اللي عندنا. بوخ لا بالبه، بوخ الباس والبيع والبي والحاجات دي لا انا اعرفها بس مثل الوقت خالص، انا المهم عندي كلمة بوخ. اه تمام بوخ، ايوه تمام اللي بيكتبه عربي ده ممتاز. تمام الترجمة الأوجو يعني عين، بوخ كتاب، بعد كده تالت كلمة شف اللي فيها شف، عشان كده بقول مش شرط اللي فيها يبقوا خط يبوخ، ممكن يبقوا شين يعني مثلا لو بصينا في المثال التالت شف شين فيها شين شف الايه في النص ش ش شف. طيب حاضر انا هضيف لكم المعنى ونزل لكم حاضر الانستغرام للترجمه بالمعنى، ممكن بس دلوقتي لكم من لكم البي دي اف وتكم دلوقتي. امتى تتنطق شين وامتى خا؟ انا لسه قايله ان هي على حسب الكونتكست يعني ملهاش رجل او ملهاش قاعده معينه. ايوه زي ما فراهم بكداها شف بس مش شيف شف. حاضر تاني من الاول او الاول او 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 في الاخر الايه تتنطق كاني بضم بقي كانها او او جو. بعد كده تاني كلمة بوخ بوخ بالظبط، انا ما يهمنيش على فكرة المعنى خالص، انا بترجم لكم هترجمهم في الاخر كلهم بس اهم حاجة عندي النص. بوخ هنا التي او بوخ، واللي فيها دي قلناها خ وتحتها نقولها شين. طب امتى نقولها خ وامتى نقولها شين؟ قلت دي مالهاش قاعدة معينة. تمام بوخ ثالث كلمة شف كتير لأن دي حرف الاي شف شف الدس والدير والدي أنا لسه قايلة اللي في أول الكلام دول مالناش دعوة بيهم، دي حاجة اسمها أرتيكل هناخدها مستويات إن شاء الله. أه بالظبط هي إسماعيل شف برافو شف. رابع كلمة دوا دوا، إذا دي مفخمة قوي لا اكتبيهم لا هما بيكتبوا كلمات بالعربي صح عشان لو حد عنده اسئله. دوا لا مش دوا دوا بس مش منطق الر شكرا دوا ولا غير. هنا بقى برضه على حد يعني حسب الكونتكست اللي عندي كلمه دي دوا بالظبط كده دوا كأن الإعر أنا ما بقهاش كنتقش واو هو الأو قبليها فده حكم عليا إن أنا أضخم الكلام، مش إحنا قلنا الأو مفخمة تبقى دوف دوف فين الإف دوف مفيش ألف تبقى دوف تمام دوف. بعد كده أي احنا قلنا ال اي 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 هي كلمه في الالماني معناها بيضه اي ايوه بالظبط كده اي تمام برافو بيضه سمك فيش هنا فيش هنا قلت ال اي في النص نطق اي فيش فيش ايوه تمام فيش اه سمكه طبعا جا. هنا لو نلاحظ الفرق في الأول قلنا جا بالآر ونزلنا بكسرة لأن في إيه تبقى جا بال
دا بي. لا مش جابال، لا في اي دا بي ارض معناها شوكة. دا بي او جابل. بعد كده ها قلنا ان الاع مش بتتنطق وخصوصا في اخر الكلام، تبقى ها بالظبط. بيعجبك. بعد كده ايش؟ في كلمات قريبة من انجلش بس مش كلها. ايش؟ برافو، تمام كده كده بالظبط. شكرا استاذة اسماء الكتاب. ايش؟ زي هيات ليش؟ ليش؟ كده في اي، كده ايه؟ تمام كده. بعد كده اليوت بقى دي كانت عامله لنا مشكله، زي ان انا اقولها يوت يعني ما تسالش يوت خالص، هي تسال يه. زي ييجا، ليه قلنا يي؟ علشان في املاوت، تبقى يي ييجا. هار يعني شعر. ييجا بالآ بس مش بتتنطق، يعني هي مش ياجا. ييجا ييجا. احنا بس اهم حاجة عرفنا ليه هنا ما قلناش ياجا بالآ، عشان في املاوت. هنا بقى بيظهر دور الاملاوت، هي بتخفف النطق شوية في الآ. ييجا تمام. ايوه تمام كده. بعد كده الكار عادي جدا. كوب تمام. الكعبية كوب هي حاسة، يعني انا مش عايزة بس ننط مراحل الجاية والناس والدين، حاجات دي اسمها حاجة اسمها اعتكي، فمش عايزة اقول لكم دلوقتي ايه هي الاعتكي خالص، انا دلوقتي مركزة اكتر على النطق. كوب برافو، لك تكتبها صح جدا. كوب ال نادل. لا نادل الآ عليا نادل نادين. مفيش، احنا بقى تعودنا الايه دي انا اعتبرها كأنها ايه نادل، تمام كده من غير اليه يعني نادل، تمام كده. ميتشين، ناس ممكن تقولها ميتشين، ناس ممكن تقولها ميتشن. ميتشن ميتشن دي هنا قلنا ميتشن ما قلناش ماتشن عشان في أملاي، يبقى ميتشن ميت. نقول بقى الكلمات بتاعت الصف دي قبل ما ندخل في الصف الأولاني اللي هنكتب. أوجو عين، بوخ كتاب، شف رئيس، أي بيض أو بيضة، فيش سمكة، جابي شوكة، إيش دواف. أنا أسفة، دواف يعني قرية، قرية دواف قرية، أي بيضة، فيش سمكة، جابي شوكة، ها ايش انا ميجا ها ايش انا ميجا طيار كوب رأى.
ويجا ويجا كب طقس نازل متجر ميشن تكي الصف اللي بعده ها شعر الصف اللي بعده الان بقى الان عادية اخر كلمة ميتشن فتاة او تمام ميتشن لونج او ميتشن فتاة ان ا بي اي ال نا ناهل تمام ناهل أحكي صندوق جابه ممتاز بعد كده ال O بتاعها بقى مفخمة جدا أوبا أوبا أوبرا أوبرا تمام فرونا دي صح جدا أوبرا لا ما فيش غين آه تقيلة أوبرا 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 ما عندك كده؟ اه تمام صح فا زيها هي فا 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 تمام يبص الشات هنا في عنده الكو والأو فا تمام صح الكو والأو تيجي مع بعض الكو والأو لما بيجوا مع بعض بتتنطق كيفي يعني المثال اللي عندي ده هيتنطق كيفل كيفل دي برضو من ضمن الاستثناءات كيفل تمام كيفل تمام قلنا الايه في الاخر اه بسيطه قوي كيفلر تمام كله بعد كده الا لما بتيجي في الاخر كيفلر يعني ينبوع تمام الا لما بتيجي في الاخر بننطقها غين هننطق بي غاب الكيفلر تاني قلنا الكو والاو بيتنطقوا كيفي كيفي تبقى كيفيلو بعد كده المثال اللي بعده غاب غاب الـ ما ينفعش ان انا اخليها مختفية في اول الكلام تبقى كلمة مش واقفة ده لازم اقول غاب تمام لا مش شعبه غاب تمام بعد كده الاف غاب تمام بعد كده الاف زف اه في اول الكلام منطقها غين علشان ما ينفعش اعمل لها اخفيها خالص وانا لسه بقول اول كلمه مش هينفع طبعا هيبقى اسمها عبر مش تبقى مفهوم خالص تمام عندي بعد كده الاف زف زف من ا زف فاقلي دي مفيهاش حاجه زف
تمام صح تيجي في الاخر صح تمام بعد كده حرف التي صح لا هي الاف مثل صح صح حرف التي ها التي ما فيهاش اي تغيير تابيلو 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 تمام تابيلو تمام عندي بقى الاو واو مثل اي ايدل 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 ال ايدل لا ايدل اي ايدل ايدل تمام كده اسمعي ايدل الفاو ايوه ايدل الفاو عادية مش اي حاجة بعض بعد كده بعض بعض ايوه بعض تمام مفيهاش حاجة دي بعض بعد كده ايوه صح كلكم صح نطقة الاس زد با ز ايوه دي بعد كده بعد كده الزي الزي باغ باغ تمام باغ محمد باغ لا استنى قوة على الكوكب بعد كده الابسلون بقى اللي كنا بنتكلم عليها هتتنطق هنا ايه مفيش ابسلون في الكلمه يا الفازو ممكن تنطق فازو ممكن تنطق فازو الاثنين صح فازو علشان الزي اصلا اللي هي اللي بيقولوا اصلا هي اف صح تمام نيجي اليخ الابسلون تنطق ايه يخ تمام يخت واخر حاجه اللي تسد سد صاجل ايوه بالظبط كده صاجل صاجل اكتب بقى معايا الكلمات بتاعت الجزء الثاني نابل يعني سره صاجل كله صح
نابل. انا خلاص قربت اخلص بس عشان نخلص السلايد دي. نابل صرف قطر قطر هي بتتكتب ولا نكتبها لكم في الشات؟ تمام قطر يعني نادل. ها يعني زوج. لا نادل وها يعني زوج. نادل يعني جارسون أو ويتر. أو جارسون. بعد كده بار ويتر يعني الإنجليش. فازو تمام. بس مش زوج هو انتو ليه تنزلوا تحت فا يعني زوج. انا قلت والله الدس والدية والدي والحاجات دي كلها مش هناخدها دلوقتي لانك تكتشفيها بس مش اكتر. انا عشان ما لخبطكم في انتو لسه في الاول خالص. الفاول معنى زوج مش معنى ان هو زوج راجل وست. لا معنى زوج مثلا للحذاء. تمام زوج من اثنين يعني. بعد كده كيفلو كيفلو يعني منبع. شكرا للمصطفى على المساعدة. شكرا لأستاذة أسماء على المساعدة. بعد كده غابو جلسة. غابو يعني غراب. زف أخير. Uganda, you know. Come in. Papilu, get one. إيبي شرير. جدول ماء. لا جدول تقيل. جدول محاضرات. جدول حصص. بعد كده فازو طبعا معروفة. ايش اذن حضرتك عايز تكتب انا شرير؟ تبقى ايه؟
فين إذن؟ هي دي بالضبط المعنى، يعني هي دي بالضبط التركيبة صح الجمال صح. إيش بين إذن؟ تمام؟ بعضه يعني مزين؟ تنفع مؤنث ومذكر عادي. زعجر يعني مدان. اكسريفون. الاكسريفون عادي. دعسين. احنا كده خلصنا على ذلك. الالم مستقبل. Du bist übel. أنت شرير. Du bist. بعد كده اليخ. يوم اليخ. اليخ العادي. فاجل. سن. أن. الفاضل هو الفاضل. تقولي لي انا الفاضل عليا. فاضل ذنب. احنا كده خلصنا النهارده ان شاء الله. المره الجايه باذن الله اكون انا خفيت، ويكون يا رب تكونوا فعلا استفدتوا. المره الجايه بقى ان شاء الله قبل ما نبدأ عايزين نعمل تست صغير قوي على النطق، واياكم تست صغير قوي على النطق علشان اطمن بس ان انتوا تنطقوا صح، لان ربنا يخليكم، لان النطق في الالماني مهم جدا زي ما قلنا، يعني زي ما انتوا شايفين تقريبا منطقه مكتبي. فباذن الله كلمه ميزان بتنطق ايه؟ با جو با جو. واياكم شكرا. الباوربوينت ممكن ينزل على فيسبوك ان شاء الله اول ما اقفل معاكم، هسلم الدعم وننزله لكم باذن الله على الفيسبوك، وهنزل لكم معايا موقع ينطق الحروف كلها، يعني هنزل لكم كده معايا موقع بحيث ان احنا ما نستناش بقى من الحد للحد على حد نسمع الماني ونسمع الحروف، عشان ان شاء الله باذن الله المره الجايه عايزين نبدا بالتست اللي هنعمله ده علشان نشوف بقى النطق تبقى عامل ازاي معانا، ونكتب بقى عربي الكلمات زي ما انتوا بتعملوا. انتوا ما شاء الله النهارده كتبتوا اصلا عربي من غير ما نعمل تيست ولا اي حاجه. ده بالنسبه للمره الجايه. من المره الجايه ان شاء الله هندي واجب، يعني هقول تحت هنعمله، بس المره دي يعني مش محتاجين هقول تحت خالص، ده بس عايزين نشتغل على نفسنا في موضوع خروج الاسبوع ده. ده انا نظام منكم. بعد ما اخلص اكيد الدعم هينزله لكم. دعم هينزل الفيسبوك. امين يا رب. شكرا. حد عايز اي حاجه؟ مش فاهم اي حاجه عامل معاكم اي حاجه؟ ان شاء الله باذن الله المره الجايه هبقى النطق يكون اوضح، اكون انا بقى صوتي خف كده، يكون النطق اوضح، بس انا متهيألي ان انا يعني نزل استثاره جهدي ان النطق يكون اوضح. الله يسلمك. الكيزي اللي هي الكزلة، والأو والأي. عندي الكي ده سيدي الكو مع الأو كيزي تبقى كزلة، هي مكتوبة في السلايد إن شاء الله ما تنزل تذكريها. الأو والأو مش أو زي أو بتبقى مفخمة قوي، برضه هنتمرن عليها يعني أكتر من مرة أكيد، لأن إحنا كده لسه ها بنبتدي، يعني لسه بنبتدي بكام كلمة. المرة الجاية هتلاقوا بقى أمثلة كتيرة أوي
وانت مختلف ليه. تمام؟ اللي عايز اي حاجة انا موجودة ان شاء الله على فيسبوك، بعتولي مسج، اكتبوا في الايفنت نفسه اي حاجة انت عايزاها. وإياكم شكرا. لان هي اصلا باوربوينت يعني ممكن اسمها داونلود من على فيسبوك بس مش بتعمل اي حاجة تانية. انا عارفه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.